أي بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه وبعد. طيب، الآن سنأخذ درسا جديدا، وهو سلاح الحيوان. هذا في الدرس الرابع في صفحة 49 من السلسلة تعليم اللغة العربية، المستوى الثاني، كتاب النحوي. هذا الدرس يتضمن الكلمات الجديدة والمصطلحات الجديدة كذلك، وبعد ذلك في ناحية المصطلحات الجديدة أسماء في النحو وأفعال في النحو، وسنأخذ أنواع الحرف. أنواع الحرف، وقبل ذلك سنأخذ لحظة قراءة من سلاح الحيوان. لم يخلق الله حيوانا بغير سلاح للدفاع عن نفسه، فقد خلق الله لكل حيوان سلاحا يناسبه. فالأسد له ناب، وللفيل خرطوم، وللثور قرن. وقد يظن الإنسان أن الطيور الصغيرة ليس لها سلاح، ولكنه إذا نظر إلى الحمام والعصافير عرف أنها تستطيع أن تطير بسرعة وتنجو بنفسها. والنملة الصغيرة حينما يدخل الفيل قريتها ويمشي على أولادها، تدخل في أذنه فينام على الأرض من الألم الشديد، وتحفظ النملة الصغيرة أولادها من الفيل الكبير. هذا هو النص للقراءة، ومن خلالها سنأخذ يعني القواعد، وهي أنواع الحروف، ونقول أنواع الحرف. ففي الجملة السابقة نجد: لم يخلق الله حيوانا بغير سلاح. الحرف هنا لم، نوعه خاص بالفعل. ثانيا، فقد خلق الله لكل حيوان سلاحا. الحرف قد خاص بالفعل. ثالثا، للدفاع عن نفسه. الحرف عن خاص بالاسم. رابعا، يمشي على أولادها. الحرف على، نوعه خاص بالاسم. والجملة الخامسة: فالأسد له ناب. الحرف ف، يدخل على الاسم. وسادسا، فينام على الأرض. الحرف الفاء، نوعه ويدخل على الفعل. فنواصل إلى القراءة البحث. في الجملة الأولى دخل الحرف لام على الفعل يخلق، وفي الجملة الثانية دخل الحرف قد على الفعل خلق، ولا يمكن أن يدخل الحرف لام على الاسم.
كما لا يمكن أن يدخل الحرف قد على الاسم، فكل من الحرف اللام والحرف قد خاص بالدخول على الأفعال. ثانيا، وفي الجملة الثالثة دخل الحرف عن على الاسم نفس، وفي الجملة الرابعة دخل الحرف على الاسم أولاد، ولا يمكن أن يدخل الحرف عن أو الحرف على الفعل، فكل من الحرف عن والحرف على خاص بالدخول على الأسماء. ثالثا، وفي الجملة الخامسة دخل الحرف الفاء على الاسم الأسد، وفي الجملة السادسة دخل الحرف الفاء على الفعل ينام. فالفاء حرف يجوز أن يدخل على الاسم كما يجوز أن يدخل على الفعل. طيب، فبهذا نأخذ الأخير وهو القاعدة. القاعدة: الحرف ثلاثة أنواع. ألف نوع يدخل على الفعل فقط مثل لم وقد وأن ولن وكي. ب نوع يدخل على الاسم فقط مثل عن وعلى وفي والباء والكاف. جيم نوع يدخل على الاسم والفعل مثل الفاء والواو وثم. هذا هو درسنا اليوم، لعلكم تستفيدون من هذا الدرس طبعا بمراجعة هذه، ونكتفي بهذا القدر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.